السلام عليكم. هذه القصة تكملة الجزء الثاني عن السحر، والتي سحبت فيها ضرتي وسبب هذا لها السحر تم تطليقها وخراب بيتها، وكنت سعيدة جدا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فإذا لم تستمع للجزء الأول فأنزل للوصف فسوف تجد رابط الجزء الأول. فتعالوا نبدأ القصة. فماذا حصل لبنتي؟ حصل لها أنها طلقها زوجها لأنها كانت عقيم بمرض غريب على المريض مدمر الوضعية، وهي الآن في حالة نفسية ويتم العلاج لها. وماذا حدث لزميلتي وهي سبب الشر وسبب الخراب؟ حصل لها أن ولدها الوحيد توفى في حادث، وهي تتعالج في الصحة النفسية بعد الانهيار العصبي بعد وفاة ولدها. وماذا حصل لزوجي؟ حصل لزوجي أنه كان يحمل دائما أن أبوه المتوفي غاضبا عليه، وكان أبوه يأتي وهو بالمنام ويقرأ عليه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما فماذا حدث لي؟ فبدأ الأمر بفصلي من عملي على أثر الفضيحة في مجالي. عملت لي، دبرت لي ومكيدة أخرجتني من التعليم بفضيحة قصرت ظهري أمام الجميع، ولا أدري كيف حصل هذا ولا سويت أي شيء. ثم بعد ذلك أدمنوا عيالي كلهم الحشيش وهم الآن يتعالجون في المستشفى. فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ لأني بدأت أتعب من مرض أشكو منه ولم أعرف منه أي شيء. فذهبت للطبيب وقام بتشخيصي وترميمي في المستشفى، ولكن بعد فحص الطبيب لي تبين أني مصابة بالسرطان في الدماغ، وأنه وصل للحبل الشوكي وبدأ ينتشر بشكل مخيف وسريع في الجسم. بسبب تشخيص المرض وتنويمي في المستشفى تزوج زوجي ونساني بالكامل، وأنا الآن في مراحل مرضي الأخيرة وأعيش فقط عن مسكنات يحضر لي ضرتي. وجابوها بالفعل وكلمتها بكل شيء وبكل ثقة، وكنت أريد أنها تسامحني وتتخلى عن الموقف، ولكن فقد ضرتي وقالت كلمات تمنيت أن أموت قبل أن أسمعها. قالت: حرمتيني الزرية وظلمتيني في ديني وطلعتيني من بيتي بفضيحة، واتهمتيني أنني ساحرة والحين لا عيال ولا زوج بسببك. الله يحرم عليك رحمتك، الله يحرم عليك رحمتك، الله يحرم عليك رحمتك. الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. كاد كلامها ينزل علي صاعقة من السماء، وخسرت دنياي وآخرتي. فهذا آخر من يذهب للسحرة والكهنة فيكون مثواه مثل ما هذا المرء أو أشد عقابا. وقال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.